هو انا قعدت فتره في الاكاديميه مش عايز امثل خالص، بيتعرض عليا وبيقولوا لي تعارف ولازم تعمل الدور ده عشان مش عارف ايه ولازم هنا انا مش عايز انا امثل، انا عايز اشتغل ورا الكاميرا. ايه ورا الكاميرا؟ انا عايز ابقى مصور، فلازم ادرس، فانا هاخد البكالوريوس ده واخد بكالوريوس تاني من بره ولا اي حاجه يعني، انا هتصرف انا. فلحد الصدفه البحته كنت في البحر، يعني انا حكيت الموضوع ده كتير، فاستاذ محمود عبد العزيز كان في البحر. اوكي. فانا بعوم كده فلقيته باصص لي بيقول لي تعالى. فروحت له قال لي انت بتبص لي كده ليه؟ فقلت له يعني سؤال غريب، بحبك انا بحبك جدا وحضرتك محمود عبد العزيز يعني فاكيد مش انا لوحدي اللي ببص لك. فقال لي لا عينيك فيها حاجه غريبه قوي. فقال لي انت بتمثل؟ انا شفتك قبل كده. قلت له لا. قال لي امال انت بتدرس فين؟ قلت له فنون مسرحيه. قال لي قسم ايه؟ قلت له تمثيل واخراج. قال لي الله، امال ايه ما بتمثلش دي؟ يعني ايه يعني؟ انا عايزك معايا في دور. وانا مش عايز، بس كسفت اقول له لا انا مش عايز. اوكي. فقال لي طب تعالى لي في الاستوديو يوم كذا بس هعرض عليك دور، بس لو المخرج ما وافقش بقى دي مش بايدي وبتاع، بس انا اديتك الفرصه. بس انا اديتك الفرصه. فروحت فاشتغلت مع محمود المصري، وكان دور حبيته، كان دور مسلسل مهم جدا جدا.